كيف يمكن لهذه الكلمات، كلمة زرع الثقة في الآخر ومطالبته بالإيمان بقدرات اللاعبين وبقدرتهم على اقتناص الفوز حتى من الفرق العالمية، كيف يكون أثر هذه الكلمات بهذا المدى الذي يؤثر فينا حتى نحن خارج مدرجات الملعب؟ صحيح جوهرة، سير صحيح. وحنا يعني هذه الكلمات أصبحت الآن هي المتداولة في البيوت، في المقاهي، في الفضاءات، في مؤسسات العمومية، في مؤسسات التعليمية. بمعنى آخر، رجل قد وحد الجميع وزرع ثقة في الجمهور وفي كل مكونات، بما في ذلك سواء داخل المغرب أو حتى خارجه. راه كنت كالأستاذ يونس يتحدث منذ لحظات، راه كانت الاحتفالات حتى في قطاع غزة، حتى في القدس، في حي المغاربة هناك. بمعنى آخر، لما يكون إنسان شخص بهذه الصفة، بهذه الثقة، عنده ثقافة الانتصار، عنده ثقافة الإنجازات، حتى لما كان لاعبا في سنة 2004 تحت إمرة الزكي ولعب في المنتخب الوطني المغربي، ووصل المنتخب الوطني المغربي آنذاك إلى المباراة النهائية في تونس وخسرها مع الأسف. يعني لما عاد إلى ميدان التدريب، عاد بفكر الرجل الذي يفكر فقط في الألقاب، يفكر في الانتصار، يفكر في النتائج الإيجابية. حصل ذلك مع فريق الفتح على مستوى البطولة المحلية، حصل مع فريق الوداد لما فاز بلقب كأس أمم إفريقيا على مستوى الأندية، وأيضا حصل في تجربته القصيرة لمدة موسمين مع فريق الدحيل بقطر. الرجل لما جاء يعني أخذ الرهان وأخذ التحدي، قال بالحرف على أنني أخذت التحدي بناء على تحقيق النتائج، لم أجئ إلى المنتخب الوطني المغربي من أجل النزهة أو من أجل التكوين، ولكن جئت من أجل حصد الألقاب. لما يكون عندك رجل بهذه الثقافة، فبدون شك على أنه الرسالة التي يوصلها إلى اللاعبين هي رسالة النصر، هي رسالة الفوز، هي رسالة التحفيز.